وكامل الحضور تاعنا، احنا ان شاء الله نديروا اللي علينا، سوات الزمالك سوات الترجي، ان شاء الله نسي يكونوا على وتر ونحققوا نتائج ايجابيه. ان شاء الله الهدف تاعنا هو ان شاء الله نتاهلوا الدور الثاني، ومن بعد يكون كلام اخر ان شاء الله. احنا ارضيه ميدان كيما استاد براقي، ماذا بينا احنا الفرق الجزائريه باش تزيد تطور سواء في المستوى سواء في النيفو، ماذا بينا احنا نلعبوا في استاد براقي. نسير لوبجيكتيف تاعنا الاول هو المنافسه الافريقيه، مي احنا نجيريو ماتش بار ماتش باش نفوزوا بها ان شاء الله. ان شاء الله نربحوا الماتش الجاي ومن بعد سهل. مقابله مع الترجي ان شاء الله، باش على الاقل نكونوا حاضرين نكونوا واجدين باش نكونفيرميو لي 3 بوان اللي جبناهم من ماتش الزمالك، وان شاء الله نكونوا حاضرين 100% ان شاء الله.